من أجل النقاش حول قضايا فكرية وسياسية وحقوقية تتعلق بالوضع الراهن المغربي والعربي، استضاف المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية رئيس الماجستير الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزامي لاستعراض وجهة نظره كباحث ومثقف مغربي حول الانتقال الديمقراطي والمواطنة ومسألة الهوية. نسعد إذن بعقد هذه الندوة الفكرية حول شخصية مرموقة حقوقية، هي شخصية الأستاذ إدريس اليزامي الذي يستدعيه المركز العلمي العربي كباحث وكمثقف وكمحلل، ليس بصفته كمسؤول رسمي بل كباحث. ودار هذا اللقاء الفكري حول عدد من المحاور كمفهوم الديمقراطية على ضوء الانتقال الديمقراطي والمساواة بين المرأة والرجل ومسألة المواطنة في ارتباطها بالتحولات والرهانات الجديدة، فضلا عن النقاش حول المقاربة الجديدة للهوية المغربية بكل المكونات التي تميزها.